اوكي، صح. نبدي احنا بالسكند ليكتشر اليوم. طبعا بالسكند ليكتشر هي راح نحكي احنا على الفد الكومن ديزيز اللي افكت الجي اي تي تراكت، وبعض الفد ديستربشن الموجوده نشوفها بدنا نشوفها اندوسكوبيكلي، بعض الصور بالديس اوردر والديزيز. اول شيء الديس اوردر اللي يخص الاسفاجاس، انتوا اخذتوا الهيستولوجي اللي هي نورمال تشو اللي شفتكم عليها دكتورة رجاء. فإذا راح نبدي على فد كم ديزيز شي بسيط نعطيكم عليه متفاصيل تفاصيل الكاملة بالكل ديزيز إن شاء الله بصف رابع تاخذوه. أول شي شنو هو تعريف الديسفاجيا؟ من يقول لي الديسفاجيا شنو الميننج مالتها؟ أخذتوه أنتم بصف أول، من يجاوبني؟ دقيقة، أول مرة منو أنتِ؟ تبارك. انت ما جاوبتي قبل، مو تبارك؟ لا احكي لي شنو الديسفاجيا؟ يتبع عن الكتابه. صعوبة الابتلاع. ها؟ شنو؟ زين، يعني يصير ديفيكولتي يا هي من عندهم. يا هي السفكس ويا هي البريدكس يا هي الروت، شنو هي؟ احكي لي. الديس شنو؟ يعني ها؟ والفاجئ هو لا الديس يا صعوبة. اي شنو بريفكس سيفكس روت شنو هاي؟ السفكس. هاي سفكس؟ أخونجيتش؟ تبارك. لا أخونجيتش؟ شلون نجحتي؟ تبارك. شلون نجحتي؟ دكتورة والله عرفت لكن نعسانة نعسانة بعدك. هسه الدس شنو؟ من يجاوبني؟ ها؟ ترى برفكس. انتم مو كلكم تجاوبون، واحد بيكم. هسه من تجاوبني من الولد؟ تراني. منو انت؟ ما ترى ما اقدر اطلع لي ان بس مطلع على البرزنتيشن فما اقدر اشوف الاسماء. منو انت؟ ها علي؟ لا اريد غير علي، تجاوب ذيك هسه، اريد غير واحد، خلي اختار انا يعني. شو خلي اطلع واختار. علي حيدر. وانا علي حيدر. نعم دكتور. ها زين قاعد علي. الديس شنو هي؟ سيفكس بريفكس روت شنو؟ بريفكس. ها زين طلعتها لحقت؟ لو تعرفها. لا مو قلتي مو سفكس فهي اكيد بيرفكت. ها يعني حزوره. بعد يلا هسه كل شويه راح اسال. فهسه الديسفاجيا هي difficulty بالسوالوينج، يعني صعوبه البلع. هاي تكون caused by many problems، عده مشاكل هي اللي تسوينا الديسفاجيا. اما مسكوليتشر يعني الخلل وين راح يكون؟ بالعضله مالت الاوسفيجس، يعني المصل مو تعرفون انتم الورمات الانتستين تتكون من سيروزا سيروزا ماسكولاريس، العفو ميوكوزا وسبي ميوكوزا ماسكولاريس وسيروزا. فالعضله مالت الاوسفيجس قد تكون بها المشكله تسوينا ديسفاجيا. او ابستراكشن انسداد باي تيومر، فدي تيومر موجود بداخل الاوسفيجس تسوينا ديسفاجيا. او بسبب نيورولوجيكال، يعني شيء عصبي اللي هي ستروك، اللي هي ستروك شنو الجلطه تكون الدماغيه. طبعا التيومر مالت الاوسفيجاس هو بي عده تو تايبس يصير. الجزء الهاي اب يعني الجزء الاوسفيجاس احنا نقسمه الى 3 بارتس. فالجزء الاعلى يكون دائما نوع التيومر مالته يكون السيل كارسينوما، بينما اللور داون الجزء الثلث الاخير اللي هو يكون ادينو كارسينوما. فمن اني اقول لك اكو سكوما سيل كارسينوما باللور ثلث، عفوا تقول لي غلط، يعني دائما باللور ثيرد يكون ادينا كارسينوما، بالابر الهاي الاب يكون عندنا سكويما سيل كارسينوما. هسه عندنا نجي الديزيز الاخر نسميه اسيد ريفلكس، يعني هاي من واحد يحس بعض الاحيان تحسون انتم كلكم يعني او احد بعائلتكم هذا الاسترجاع الحموضي، يعني تحسون فت حموضه قاعد تصير عندك استرجاع بالاوسفيجاس ترجع حموضه، هاي نسميها اسيد ريفلكس. اكو عندنا في الدسفنكتر بين ذا اسفيجس اند ذا ستومك،
اكو في الصمام وبين الاستومك والاسفاجس. هذا ايش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه ويك ويكنس. هاي الويكنس اللي يسوينا الاسيد ريفلكس. بس ايش راح يرجع لنا؟ راح يرجع لنا الاسيد يرفون بالاستومك اسيد، وين راح يرجع للاسفاجس؟ نتيجة وجود هاي مادة الأسيد اللي موجودة بالأسفاجس شو راح يسوي لنا؟ بد الروتيشن وبين اللي نسميها الهارت بيرن، اللي إذا عندك أنت بعض الأحيان كلها إنه معرضين لهذا الشيء، نحس فد حموضة أكو شيء منطقة الأسفاجس يعني بمنتصف الجست، زين؟ نحس حموضة مثل الحرارة في الشيء مثل الحرقة، هاي نسميها الأسيد ريفلكس. طبعا هذه الاسيد ريفلكس شو تسوي لنا من ضمن الكومبليكيشن مالته الدائم، الواحد كل مره يصير عنده اسيد ريفلكس اسيد ريفلكس، تتحول الى كرونيك اوسوفاجايتس. اوسوفاجايتس شنو هي المينينج مالتها؟ يجاوبني عليها زهراء علي، جاوبني عليها. inflammation of esophagus. زين زهرة الايتس شنو؟ الايتس يعني شنو هي؟ ليش تحزون ترى اذبحكم اني ما اقبل؟ انا ايش قد تعبت وياكم الان، خاصة هو هذا مال جي اي تي، شلون تخربطون؟ اوكي زين. فزين كرونيك، من يجاوبني على كرونيك؟ من يجاوبني؟ خل اختار، اختار من الجروب الاول، خل اختار منو؟ آية عبد القادر. وينش آية؟ آية نعم دكتورة. كرونيك عرفي، قدرتي تعرفي لي شنو معناها؟ يعني زي ما قويت. لا احكي لي اياها ميديكال مينينج، احنا اخذناها بالترمينولوجي العام، تتذكريها لو ما تتذكريها؟ يعني فهمت لا صراحة ناسيتها. زين خلينا نسأل أحد غيرك. منو أنتي؟ ها؟ ماذا أسمعش؟ علي. هبة علي. يلا جاوبي هبة. دكتور هي كونديشن يعني أو حالة استمرار لونج تايم. ما هذا كونديشن؟ كنا صار حالة متمنة. إيه بالإنجليزي شو؟ شنو؟ أقدر أقول medicine lasting a long time. أوكي. أو condition. أوكي. زين احكي لي هبة طلعتيها لو أنت تعرفيها. احكي لي الصراحة أنا ما أقدر أحاسبكم. والله دكتور أنه هي شنو حالة مزمنة تستمر يعني فترة تستمر فترة خلاص. طويلة أوكي. يعني فترة مزمنة. أوكي. هسه نكمل. دكتور قلتي لي غلط. غلط يعني غلط لا مو غلط، انا يعني بتحكي لي فد لونج يعني تعطيني اياها الميننج بالانجلش ماكو، فمو غلط. لا هي مو غلط هاي يعني فهمت حكيتي، فردت انا تحكي لي اياها يعني الميديكال تيرم يعني كامل الديفينيشن كامل اريد التاني. زين لا مو غلط ماما. فهسه الكرونيك اوسوفاجايتس، شنو الكرونيك اوسوفاجايتس؟ هي ريفلكس اوف اسيد جاستريك كونتنت، فراح يصير عندنا ريفلكس اوسوفاجايتس، فهي كرونيك راح تتحول لنا. الديزيز الاخر اللي هو نسميه باريت اوسوفاجايتس، هي هاي الكونديشن ان ويتش ابنورمال كولومينار ابيثيليوم ريبليس باي ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. انتوا اخذتوا ذاك الاسبوع بالهيستو نورمالي هو يكون عندنا كولومينار ابيثيليوم. زين فهذا شو راح يصير عندنا؟ ابنورمال كولومينار ابيثيليوم راح يتبدل يصير مكانه سكويموس ابيثيليوم ذات نورماليز ذا ديستال اوسوفاجس. يعني احنا هو النورمالي سكويموس، ايش راح يصير؟ راح يصير بي كولومينار
راح يتحول الى كولومينر. زين، يعني هو طبيعي سكويمس راح يجي ابنورمال كولومينر راح يسوي لنا يكون هذا بالتست الاوسوفاجس يسوي لنا البارت اوسوفاجس. هذا نتيجه من نتيجه برولونج ريفلكس ديو تو ذا انكومبيتنت لور اوسوفاجس سفنكتر. وهاي الكونديشن البارت اوسوفاجس هي بري مالجننت كونديشن، يعني احتمال مستقبلا تتحول الى مالجننسي. شوفوا هاي بالصوره، هاي اذا اندوسكوب احنا ناظور دخلناه بداخل الاوسوفاجس، هذا قاعد تشوفون هذا النورمال نشوفه، هذا هنا البارت اوسوفاجس. زين، هذا الابيض، هذا عندنا البارت اوسوفاجس، هاي الصوره. هسه نجي الديس اوردر الاخر، هو يكون اوسوفاجال باريسيس، يعني دوالي المريء. عندنا اكو البورتال فينس سيستم is overloaded due to the cirrhosis، اما بسبب التشمع، او عندنا شح يكون بي blood diverted to the esophagus through connecting vessels، عن طريق اكو ارتباط بالفينس تاخذوه بالاناتومي. زين، راح يصير عندنا بي overload، فوين راح يندفع؟ يندفع blood يرجع عن طريق هاي الكونكتنج فيزلز تروح للاسوفاجس. فهذا شو راح يسوي لنا؟ يسوي لنا دايليتيشن للسب ميوكوزال فين ان ذا لور بارت اوف ذا اسوفاجس. هاي شوفوها، هاي الباريسيس، هاي من ناخذ صوره مال اندوسكوب، هاي قاعد تشوفون هذه، هذا الازرق شلون التورمات هذه صايره، هاي الاسوفاجال باريسيس. هاي هنا نفس الشيء، شلون دايليتد فينس، هاي كليته شلون العرابيد، هاي كلنا نسميها اوسوفاجال باريسيس. هاي حتى يعني بس حتى تعرفون يعني تفهمون شنو هي. عندنا طبعا نجي للباثولوجي مالت الستومك. الستومك طبعا هاي تكون هيلثي، هاي الصوره قاعد اشوفكم اياها. هاي اذا كانت عندنا اروجن، شنو اروجن؟ من يعرف يجاوبني؟ الروجن والألسر اللي هي التقرح هذه، والغاسترايتس اللي هي شنو الغاسترايتس؟ من يجاوبني؟ نعم انفلاميشن ان ذا غاستريك ستومك، مو ان ذا غاستريك، انفلاميشن اوف غاستريك. زين، فدائما ما مسر تعابيركم مضبوطه، مو انفلاميشن ان ذا، انفلاميشن اوف، اوكي؟ انفلاميشن اوف ذا ستومك او غاستريك. اي اوف ستومك او غاستريك، بس نقول احنا ستومك، هي حتى من نعطيها كتعبير مينينج عادي نقول اوف ستومك. زين، طبعا تعرفون احنا الستومك نقسمها البارس مالته، هذا الاوسوفاجس، اول شيء راح يجينا الكارديا، تجينا هذا البدي مات الستومك، طبعا هذا الليسر كيرفيتشر يعني القوس الصغير، وهذا الجريتر كيرفيتشر، وهنا الدودينام، طبعا قبل الدودينام اكو منطقه اسمها البايلورس. الستركتشر مات الستومك انتم اخذتوه ميوكس سب ميوكوزر ومسكولر وسبس، واضح؟ هسه نجي الديس اوردر، هاي في الصوره ملخص عن الباثولوجي مال الستومك، هسه عندي نحكي عليها. أول شيء common disorder of the stomach اللي هي اللي قلنا inflammation of gastric tissue أو stomach، وهاي راح يصير شنو؟ أما نتيجة damage أو erosion للميوكوزا. هاي الغاستريتس. الألسريشن هي التقرح، هي persistent erosion يعني التآكل المستمر، راح يصير عندنا ألسر. الألسر شنو الكومبليكيشن مالتها؟ هي راح تكون اما راح يصير بيها هيموريج يعني بليدنج نزف، او راح يصير عندنا بيرفوريشن الثقاب، او يصير بيها هيلينج عن طريق الفايبروسيس تشو، يصير عندنا يعني تليف. فالالسر مالت الكومبليكيشن او الروت اللي راح يصير بيه هو اما هيموريج او بيرفوريشن او فايبروسيس هيلينج باي فايبروسيس، وميبي ديفلوب تو مالجننت.
المشكلة الفرق بين الجاستريك ألسر عندنا والأكو دودينال ألسر. الجاستريك ألسر احتمال تكون مالجنسي بيها. هذا هنا في الصور عن الجاسترايتس منه شنو الكوزز مالتها. هي أما عن طريق الهليكوباكتر بايلوري تايب من البكتيريال انفكشن، أو بسبب اكسسيف درينكينج أو سموكينج، يعني درينكينج يعني هاي الكحول قصدهم، أو سموكينج التدخين، أو استعمال نون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراجز. اللي هي نون ستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراجز أوف ويشن هي من يجاوبني عليها؟ نعم. منو أنت؟ لا تقول لي مشتبه. زيد. زيد، إي زيد. إي نعم دكتور، هذه هي الأنتي انفلاماتوري دراجز تكون نون ستيرويدال، يعني البروتين الكولاجين والوتر يعني. أوكي. الأسبرين ولا لا. الأسبرين من يعني من اعتبره نون ستيرويدا؟ هاي دوز يعتبر. اي. بالسمول دوز من اعتبره. نعم. زين. فالجاسترايتس شنو هي السيمتوم مال الجاسترايتس؟ عندنا لوس اوف ابيتايت يعني فقدان الشهية، النوزيا والفوميتنج، ابدومينال بلوتينج يعني انتفاخ البطن، ابدومينال بين، indigestion and burning feeling. هاي فسيمتوم موجودة مال gastritis، فشي بسيط عنها. طبعا الكوزز مال gastritis، هاي الأطعمة اللي تسوينا عندنا دائما gastritis اللي هي تكون الصودا، الكوفي، الشوغر، الانرجي درينكس. زين، عندنا مثلا الكورن، الصويا، الشوكولات، الجرين، هذان الاشياء اللي تسوينا الجاسترايتس. والاشياء اللي تزيدنا من الجاسترايتس قلنا هي السموكينج والكحول عندنا والدراكس. الفود اللي تساعدنا على حتى واحد يرتاح من هاي الجاسترايتس هواية اشياء من عندهن، هي التمر يعني هي الكركم، او عندنا الكربونيت جوز، عندنا البيبرمنت يعني هي النعناع يكون، والجرين تي الشاي الاخضر، وبلو بيري هذا اللي شلون العنب الازرق لونه يصير. زين، الجنجر، الزنجبيل، الافوكادا، الكارليك، يوغرت، هذا يعني ما مطلوبات بس حتى تعرفون لكم تفيدكم. هاي الصور تبين لنا شلون شكل الجاسترايتس. هاي فد الروزف تايب، هاي الجاسترايتس، هاي الحمارات، هاي كلها جاسترايتس، هاي نشوفها بالاندوسكوب. اما هاي الصوره راح نشوف بها الكرونيك جاسترايتس. شوف ان انا في شيء بسيط قليله هاي المناطق الحمراء، قاعد تشوفوها الماوس قاعد يطلع، مو قاعد ياشر، ياشر الماوس. نعم دكتوره ياشر. اي هاي المناطق الحمراء ماما هاي هي الروزف جاسترايتس، هاي اللي هي اكثر بها حمار، هاي كل المناطق الحمراء هاي كلها نسميها الكرونيك جاسترايتس. نجي للترم الاخر هو البيبتيك ألسر. البيبتيك ألسر هي chronic recurrent disease characterized by the formation of ulcer in the stomach or in the duodenum. فعندنا البيبتيك ألسر هي من نطق مصطلح البيبتيك ألسر، يعني اما الألسر تكون بالستومك او بالدودينم. فهاي تكون due to the disorder in the general of the general and local mechanism of nervous and hormonal regulation اللي هي تأثرنا على الفانكشن مالت السيستم. فمن نقول بيبتيك ألسر هي تاخذ الثنين الدودنا او الجاستريك، بس من نحددها اي واحد. هاي في الصوره في شيء ملخص شلون نفرق بين الجاستريك ألسر والدودنا ألسر من ناخذ هيستوري من المريض. الجاستريك ألسر سيمبتوم دونت فولو ا كونستانت باترن، بينما بالدودنا ألسر تند تو كوز مور كونستانت بين، يعني بالدودن دائما يكون الوجع مستمر بينما بالجاستريك لا يكون متقطع. بالجاستريك يكون الايتينج سمتم اكزازربيت رادن ذا ريليف. فمن تقول له للمريض تاخذ انت فود ترتاح من البين، اذا قال لك اني ارتاح هاي تتوقع دودن العصر. اذا قال لا يصير عندي الحاله بين حيزداد، زين هاي نتوقع حتكون هي جاستريك عصر. ودائما بالدودن الأصل من ياخذ فود قلنا يصير بها ريليفد. زين، والبين دائما يقعد المريض من بالليل ات نايت
لان دائما من يكون يعني هنجر تزداد عند الحاله مالت البين بالدودن الارسر. فدائما من ياخذ الفود يرتاح ورا ساعتين ثلاثه من جديد يرجع عنده هذا البين، فهاي نتوقع هي الدودن الارسر. هاي في الصور مال الاندوسكوبيك، هاي النورمال احنا ما عندنا شيء. هنا انا هاي جاستريك ارسر، هاي البيضه، هاي الثانية البيضه وبيها شيء اثر حمار، هاي الجاستريك ارسر. هاي الصورة الأخرى هاي هم جاستريك ارسر، هاي البيضة، هاي كلها اندوسكوبيك بيكتشر. هسه عندنا كومن ديس اوردر موجودة بالسمول انتستين اللي هي عندنا دودن الارسر. دودن الارسر دي قلنا تو اسيد جايم ان بروتكتيف ميوكوزا، فهاي نفس الشيء صورة طبيعية نورمال. هاي الارسرز الموجودة بالدودن. هسه الترم الاخر اللي هو الجوندس، عرفون شنو الجوندس؟ يعني اليرقان. الجوندس يكون الليفر اكسكريت بيليروبين، فالبيليروبين شو راح يسوينا؟ يسوينا بريك داون للبرودكت، ما يعني عفوا هو البيليروبين شنو؟ هو نتيجه تحطم الهيموجلوبين بريك داون مالته ينتج لنا البيليروبين. If the liver cannot excrete the bilirubin, this will accumulate in the blood. راح يتجمع بالريوبين، فالليفر ما قاعد يقدر يطلعه، فش راح يصير عندنا راح يتجمع بالبلط، فصير ان ذاك الوقت تطلق عليها الجوندس. الجوندس اكو عندنا مالتيبل كوزز، اكو بري هيباتيك كوز، او نقسم الجوندس الى بري هيباتيك وبوست هيباتيك جوندس. البري هيباتيك اللي هو شنو؟ اذا كان عندنا ابدا بالريوبين is broke due to the excess hemoglobin breakdown، يعني قاعد تتكسر الهيموغلوبين كلش كميه هوايه زين، فهذا نسميه بري هيباتيك. البوست هيباتيك هو لا بيليروبين موجود بس ما قاعد يقدر يطلع من الليفر، اكو فد obstruction بالبايل داكت، فهذا نسميه الاوبستركتيف جوندس او البوست هيباتيك جوندس. فهاي الصوره النورمال فيس، يعني هاي الجهه، هاي الجهه شلون يصير الجوندس. الشيء يصير عندنا yellowing associated with accumulation of bilirubin يكون بالسكن، most often caused by the liver and gallbladder disease أكثر الأحيان. نشوف السكن والآي مالتها تكون لونها صفرة، يعني استكليرة هاي البياض يصير لونها أصفر، والفيس السكن مالت الفيس يصير هم لونها yellow. هسه الديس اوردر الاخر هو الجولستون اللي هي حصات المراره. Precipitation of bile acid and cholesterol in the gallbladder form gallstone، يعني هي شنو نتيجه الكولسترول والبايل اسيد الموجود يصير بيها accumulation فصير عندنا جولستون. دائما مالتها يعني اكثر الاحيان تكون هي اسبتوماتيك، يعني ما عندنا اعراض نكتشفها صدفه، وتكون تتحرك بالجول بلادر، فهاي ما تتحرك شو تسوي؟ نفت painful condition اللي هي نسميها بلياري كوليك، او تسوي لنا انسداد فصير عندنا obstructed بالبلياري اوت فلو. The tumor of the pancreas may be obstruct اوت فلو، يعني احنا شنو من نتيجه البنكرياس راح يضغط على الكومن بايل داكت، سوينا عليها بريشر فراح يصير عندنا obstruction، فهم ما راح يصير وقت راح يصير عندنا راح يبقى البايل موجود بالجول بلادر. هم يسوينا بلياري كوليك. السيمبتوم الاخر هو المال ابزوربشن. Several condition affect how well the intestine can be absorbed. هاي ناخذها قلنا مستقبل بالرابع تفاصيلها. الشيء الاخر هو عندنا البنكرياتيتس، هي inflammation of the pancreas، ويكون دائما تقريبا يسوي لنا cause a pain. وشلون نسوي له دايجنوسيس؟ نلقى السيرم اميليز ما تكون هاي بالبلد، يعني هاي في شيء ما تما يعني بس المصطلح هو كلش كافي. هاي شكل البنكرياس نورمالي، هاي من البنكرياتايتس، هاي هم نفس الشيء. نجي الموضوع الاخر كونديشن الاخرى اللي هي الابنجيساتس للالتهاب الزائده الدوديه، هي هاي appendix هذا السيكم وهاي الزائدة الطالعة هي الابندكس. فمن يصير عندنا inflammation بالابندكس نسميها appendicitis،
ودائما هاي يكون البرزنتيشن مالته شلون يجينا المريض نعم عنده فد وجع بالرايس سايد او مرض ات ذا ليفل اوف تيتن يعني يم الامبلايكس وبعدين يصير شيفتنج يروح بالرايت الياك فوسا اللي احنا تتذكرون طيناهن بالترمينولوجي الناين بارت مالت الابدومين زين فيكون بالرايت الياك فوسا. البيريتونيتس هي انفلاميشن اوف ذا بيريتونيوم. طبعا هذا اللي ديس اوردر بس مجرد تحفظون يعني التعريف مالت ما عندنا اي تفاصيل زايده. البراتيك اليس هو التايم من الانتستاين ابستركشن اللي هو انسداد الامعاء. Occur due to the motility of the ileum may be compromised under some circumstances. يعني بعض الأحيان لسبب من ما يصير عندنا يعني الحركة مالت الموتيليتي مالت الإليوم تتخلخل أو يصير توقف بيها يسوي لنا براتيك الياس. فيصير عندنا obstruction أما من داخل اللوم نفسه مال اللوم الإليوم أو من الخارج يضغط عليه فيسوي لنا براتيك الياس. الديزيز الاخر هو نسميه انفلاماتوري باول ديزيز يكون اكو عندنا تو تايبس الى بي نسميه اما كرونز ديزيز او اسالتف كولايتس. الكرونز ديزيز اللي هي انفلاميشن افكت السمول واللارج انتستين يعني هذا يصير عندنا الانفلاميشن كل الجي اي تي الكرونز ديزيز ويكون على شكل باتش يعني منطقه بيها يصير انفلاميشن منطقه ماكو منطقه اكو منطقه ماكو يصير عندنا باتش وهي تكون افكت اريا بيها الليمفويد تشو كلش هواي خاصة منطقة التيرمينال اللي هي موصلي هو يكون هناك الكرونز ويكون تأثيره يعني الانفلاميشن مالته كل الثكنس مالت الوال اللي يختلف عن الاساتيف كولايتس. اساتيف كولايتس الافكت مالت الانفلاميشن مور فور ثكنس يكون ومالي افكت لذراج باور والانس فهذا الفرق بين الكرونز والأسراتف. الكرونز كل الجي اي تي الأسراتف لا يكون بس الركتوم الانس وان الانفلاميشن كونديشن تكون افكت فول ثيكنس بالكرونز بينما بالأسراتف لا تكون جزئي. هاي الصور حتى يعني تفهموها ما بيها في مشكله. عندنا ديس اوردر اخر نسميه احنا نيكلز دايفرتيكولوم. نورمالي هاي سمول انتستين بس تطلع من عندها هاي الزائد اللي قاعد تشوفوها نسميها ميكلز باوش ان ذا لور بارت اوف ذا سمول انتستين. ات كان برودوس اكتوبيك غاستريك ميوكوزا ذات مي ذن برودوس غاستريك اسيد اند كوز اريتيشن. فهاي شو يصير بيها هذا الجزء بي يصير بيه اكتوبيك تيشو مال غاستريك يعني هي المفروض سمول انتستين الوول مالتها والميوكوزا وكليتها هاي شرح يصير عندنا لا الميكوزا مال غاستك مال استومك تكون مغلفتها بس سوي لنا اروجين بليدين يعني هاي بعدين تاخذوها بالبيدياتريك سيرجري. اكو عندنا الديس اوردر الاخر هو اللي نسميه دافرتكولار ديزيز اللي هاي جيوب هاي شوفوها هاي صغيره صغيره كلها طالعه هي نورمال مو موجوده فهي output pouching of the mucosa due to the pressure into too high in the colon ودائما تكون بالdescending والsigmoid. Diverticular disease دائما تكون بالdescending وبالsigmoid هاي هنا البارت. عندنا الشيء الآخر هو acute blockage of small intestine is represent with pain in the back and vomiting and bloating. هاي مو في مشكلة. عندنا الهيمورويد اللي هي البواسير. الهيمورويد هي شنو vascular structure in the inner canal that aid with the stool control يعني هي فت يعني فالستركتشر هو يكون وعائي vascular حتى يساعدنا بعملية الستول كنترول. When they become swell هاي هي الهيمورويد and inflamed شو حتعطينا صرفت painful وإتشي إتشي يعني منطقة حب and the blood may be present in the stool. هاي هنا هاي الثيرد ديجري هاي الفورد ديجري نقسمها إلى فورد ديجري هي الهيمورويد فيرست وسكند وثيرد وفورث. هاي تدخلوا نفسكم بها مستقبلا تاخذوها. والشيء الأخيرات اللي عندنا إحنا اللي هي البرولابس التهطل مين
to fall out of place. يعني هاي normally هو ما أقوى الناس ما يطلع. بل prolapse هي condition when the organ fell down or slip out of a place. وهذا مثل الرقتم وهذا ركتر برولابس. هذا شوفوا الرقتم طالع. فهذا التعريف مالتها. عندنا الأكو ديزيز الآخر هي اللي كوليركتال كانسر باللارج انتستين اللي هو موست كومن تايب يعني يكون مع المالجنسي باللارج باول ويكون المورتاليتي سبب المورتاليتي العالية اللي أثر لنا بالكوليركتال ديزيز هو المالجنسي. وشكرا جزيلا. أكو سؤال عندكم؟ أكو سؤال؟ ما في بس ال مال الابزور مال الابزوربشن هو نفس الكوليك ديزيز شنو ماما ما افتهمت ال مال الابزوربشن اي شبي نفسه هو الكوليك ديزيز كوليك ديزيز برونز ديزيز قصدك ماما الكرونز ديزيز ماما عندك انا ما دعفت هناك السن انت تقول كرونز ديزيز لو شنو كولايت وين قريتها بالملازم القديم كولايت ديزيز كولايتس تقدر تشرح ماما مالت الام مال ام راح اعطيك تعريف مالك شنو راح اعطيك تعريف مالك شنو هو الميوكوزال باللايت دامج الميوكوزال باللايت دامج ميوكوزا شنو انا قاعد اقطع الصوت ترى ميوكوزا اي شنو تبعت شنو ميوكوزال باللايت دامج ها اي هاي بالمال ابزورشن يسوي لنا زين اللي هي قلنا احنا هسه قبل شويه السيلياك ديزيز حكينا على السيلياك ديزيز هاي ها اصور يمكن عبرت انا هذا الاستعد مال السيلياك مو صحيح اي هذا عبرنا من مشى السيلياك ديزيز هي اللي نسميها الناس تعرفها تقول حساسيه الحنطه فميوكوزا الفيلاي دامج يصير بيها فشو سوينا مال ابزورشن ويصير عندنا دياريا شوفوا هذه الميوكوزا شلون صايره شلون المقعرات يعني شوفوها شلون المحببه خلينا نقول مقعره فهاي يصير بيها دمج للميوكوزا للبلاي ميوكوزا البلاي زين فسوينا مال الابزوربشن هسه هاي ما حكيت لكم انا علينا عبر الظاهر من مشينا بالسلايد شوفوا هاي الصوره مالتها هذا يسوي لنا مال الابزوربشن اوكي زين حتى انتبهنا ما شفناها ماكو بعد سؤال اخر دكتوره ولو بعد سؤال اضافي تفضل الجوندس اكثر مسببات يكون بريفيباتيك لو بوستيباتيك ماكو نقدر احنا نقول اكثر يعني هسه تاخذون بعدين محاضره كامله على الجوندس اللي هاي هسه التفصيل بسيط بس هو احنا الأصل مقسمة إلى بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك يعني الشيء قبل الليفر خلينا نقول بالبريك داون مال هيموغلوبين أو شيء يتعلق بالليفر نفسيته زين أو بالبوست هيباتيك هو لا قاعد ينتج طبيعي بس أكو فشي مساعدنا الطريق فنسميه بوست هيباتيك يعني ما بعد الليفر فما أقدر أقول لك أنا بالضبط يا هو الموست كومن كل واحد بعدين حسب الديزيز اللي ناخذه وحسب العمر مالته اكو شيء بعد؟ اوكي ماما، دام ما عندكم شيء لعد هاي يعني شكرا جزيلا.